دي مواقف لا تنسى للكابتن صالح، وهناخد تليفون مهم جدا عشان يشاركنا الحوار وعشان نقول مواقف اكتر ونتكلم مع حضرتك على كواليس اكتر، وحضرتك من قربك وكلامك يعني رسائل واضحه جدا. معانا طبعا تليفون مهم جدا دكتور عبد المنعم عماره، طبعا واحد من رموز الرياضه المصريه طبعا، وطبعا ادارات في فتره طويله جدا وفتره اصدار الكره المصريه ووضع اساسات وكيانات للرياضه المصريه في توقيتات كبيره جدا. تحياتي ايهاب الخطيب وتحيات الصحفي الكبير واستاذنا الكبير الاستاذ سعيد وهب. الو دكتور. ايوه يا ايهاب، مساء الخير، ازيك وازاي الاستاذ سعيد ديما؟ اهلا، مساء الخير يا دكتور. تحياتي يا دكتور. اهلا يا استاذ سعيد، اهلا. ازاي حضرتك يا دكتور؟ تحياتنا ليك. انا كنت بخير. اهلا، ربنا يخليك يا دكتور. بخير. اهلا بيك دكتور عماره. طبعا بنرحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا بنؤكد ان حضرتك قيمه كبيره في الرياضه المصريه، وطبعا تعاملت وعثرت مع المايسترو صالح سليم ومواقف كثيره طبعا لا تنسى بعد رحيله ب 16 عام. طبعا كابتن صالح، انا حسن حظي انه الفتره اللي انا اشتغلت فيها في الرياضه تقريبا كان هو موجود، وازعم انتخابات الجمعيه العموميه دي انا اللي عملتها، اللي هو جاء فيها كان داخل تمام حسن مصطفى. كنت انا عملت شغلانه كده في الجمعيه العموميه فيها مشكله ايام ما استقال الكابتن حسن حمدي والكابتن الخطيب، اللي كنت تتذكر وسام المجموعه دي كلها، فكان ممكن ان انا عايز حد يعني صحيح المتاح كان بس انا طبعا كلمت حسن كده وكنت رافض، ف يعني قررت ان انا اعمل جمعيه عموميه بشكل ما يعني نفعت حقيقه كويس، و يعني جه فيها الكابتن صالح. كابتن صالح طبعا انا اتعرفت عليه مده طويله، شخصيه جميله وشخصيه محترمه، يعني ناس كتير بتقول بيني وبينه خلافات وده كلام مش مظبوط خالص، يعني انه كابتن صالح راجل لا تملك لكنك انت تحترمه، فأعزمك إن أنت تحترمه أكيد يعني، وبالتالي استمتعت بالعمل معاه، وأنا حاولت حتى في فترة من فترات إن أنا أقنعه إن يجي رئيس اتحاد الكورة، وكلمته وقلت له اتفضل تعالى المكتب، جالي المكتب اتكلمنا فيها، وفي مواقف ما كانش متحمس قوي، قال له طب اديني فرصة عدى عليك تاني وجالي واعتذر، وكنت عندي امل ان الكابتن صالح ممكن يعني. بس ليه حضرتك شفته في المكانه دي؟ او ايه اللي كان المطلوب تعمله في المكانه دي فحبيت تدي المسؤوليه دي للكابتن صالح؟ لا انت عارف كان الكوره فيها مشاكل كثيره زي ما انت عارف، مشاكل طول عمرها كتير. انا قلت ان الكابتن صالح يعني هو كان له اراء في الكوره مش عاجباه، فانا قلت مفيش خلاف ان هو لو جه هيصلح الدنيا دي ويريح دماغي شويه انا من الهم اللي انا كنت بشيله ساعتها يعني. فالحقيقه يعني رفض، كان عندي امل كبير قوي ان هو يقبل، لكن طبعا احترمت رغبته ويعني ده فعلا الكابتن سعيد مع حضرتك. الكابتن طارق سليم قال لي فعلا الموقف ده، قال لي ان الدكتور عبد المنعم عماره عرض عليه رئاسه اتحاد الكوره، بس هو اضاف لي ان الرئيس السابق مبارك كان قال لطارق مره، كان بيسوق الطياره بتاعت الرئاسه، فقال له اخي ما تخلي اخوك يمسك الكوره بدل الدنيا ما هي بايظه كده. فكلام طبعا ما لهاش علاقه خالص، الرئاسة ما كلمنيش خالص ان صالح سليم في الكوره على الاطلاق يعني لم يحدث ابدا. لا هو الاستاذ سعيد بيحكي موقف اخر، لا موقف يعني آخر بيقول ثاني يعني. الكابتن طارق سليم رحمه الله هو كان بيسوق طياره الرئاسه، سياده الرئيس حسني مبارك كان كلمه ساعتها وقال له ما تخلي اخوك، هم قالوا كلام يعني كتير انه في خلاف مع الرئيس ان هو مش عارف ايه والكلام ده كله، ده كلام مش مظبوط. لكن انا الرئيس مبارك كان في موضوع لما كان في مشكله في اتحاد الكوره، كنا عايزين نعين حد، فكلمني سالني والله انا عايز اعمل سوا حرب سوري، قال لي طيب ما تجيب حسن عبدون
قلت له الدكتور حسن كان في مشكله معاه شويه وكده، فخلينا، فقال لي طب ما اجيب صلاح حسب الله. فقلت له، لا خلينا في الحرب الدهشوري يعني. قال لي بس انا ما اعرفوش. قلت له لا، بس الحرب الدهشوري، شخصيه جميله كده، وافق ساعتها. لكن تمام، لم يحصل حوار بيني وبينه انه الكابتن صالح هو كان حصل كان رافض القصه دي كلها يعني. دكتور عماره، طبعا مواقف، طبعا يا دكتور، انا يعني هو موقف جيد لحضرتك اللي انت في الازمه بتاعت الكابتن عبد الصالح الوحش والاستقالات وكده، انك ما عينتش حد. ده دي الحقيقه حاجه يعني تحسب لحضرتك، ان انت كنت بتكرس لحكايه الانتخابات والديمقراطيه وحكايه التعيين، يعني ما كنتش متحمس ليها قوي، خاصه في النادي الاهلي. ده موقف الحقيقه يعني يحسب لحضرتك. والله انا حتى انا كمان كلمت الكابتن حسن حمد، عنده صديق قديم، قلت له حسن وضع كذا، انتوا زنقني فانا لازم اعين، ان اللائحه بتقول اعين. قال لي ارجوك ما تعينش، مفيش داعي وكده. لكن الجمعيه العموميه عشان تتعمل حط فيها انتخابات، دي كانت مشكله برضه، ما كانتش سهله. فانا الحقيقه جبت شو القانونيه كده، ولا اخترع حاجه جديده كده في الورق. وحتى انا فاكر اياميها عملنا ناس بتقول لا في الانتخابات، وناس بتقول كذا، والناس عايزه تصور مع صالح، يعني عملت شغلانه كده يعني. لا كانت خير، فادت النادي الاهلي، ان كابتن صالح الحمد لله جاب رئيس النادي ساعتها في فترة. لكن دكتور عماره اكيد مواقف لا تنسى مع المايسترو، لو تذكر لنا مواقف لا تنسى مع المايسترو صالح سليم. في حاجات كتيرة جدا يعني، بس في ناس تقول لي مثلا انه هو كان عايز يخش الكورة، قصدي عايز يخش الاستاد، وانتم منعتوا عربيته تخشوا وزعل وعمل، الكلام ده ما حصلش. مرة تانية برضو كان النادي الاهلي بيلعب فرقة في افريقيا، فانا كان في بروتوكول كده للقعدة. زكريا عزمي قبل ما اخش نقعد مع الرئيس شويه كده، يعني كنت عايش حي يرزق يعني، فلقيته مش حاطط صالح سليم. لا زكريا يعني ده كان حاطه في الصف الثاني على ما اتذكر انا. ده ماتش نهائي بطوله العرب. نهائي البطوله العربيه. لا دي حاجه، دي قصه ثانيه. ده قصه ثانيه. دي قصه ثانيه. ده قصه. اتفضل. برضه ما حصلتش. تمام. أنا قلت له يا دكتور زكريا مش هينفع كده، ما ينفعش. ده النادي الأهلي، جيب من صالح سليم دلوقتي، ده النادي الأهلي وحاجة كبيرة، وصالح سليم أنا ما رضاش إنه يبقاش قاعد جنبنا. فقال لي طيب النظام إيه؟ قلت له الرئيس يقعد كده وأنا ببقى على يمينه، أظن قعدت على شمال وكرئيس وزارة على يمينه، وأصريت إن كابتن صالح يقعد جنبي. وكان كلام ودي لطيف مع الرئيس مبارك، لا زي ما حد قال كلام كده، قصص اسمعها غريب الشكل، لكن كان لقاء ودي ورقيق بين الرئيس مبارك والكابتن صالح الله يرحمه. هو الراجل صالح كان راجل مهذب ومحترم الحقيقه. ده حقيقه فعلا. طبعا كل الشكر والتقدير لحضرتك، واحد طبعا من القامات اللي تولوا وزاره الشباب والرياضه، وتاريخ كبير جدا وذكريات لا تنسى مع المايسترو صالح سليم. كل الشكر والتقدير لحضرتك. الله يخليك. شكرا. شكرا لحضرتك. طبعا